يعطيك العافيه. ما شاء الله يعني الناي دائما حزين، يعني دخلتني في جو ما ادري شنو هو، بس عموما يعني اتوقع الالات الموسيقيه او الكمنجه، الناي، الكلارنت، كل هذه الاشياء تحتاج الى ايد حساسه. حلو. لكن اللي انا عارفه ان انت بطل الكويت ملاكمه، شلون قدرت تجمع ما بين هالشيء وهالشيء؟ يعني ايد قويه طق بتياس رمل وايد حساسه تعزف على الات، شلون قدرت تجمع؟ والله نفس ما قلت لك، انا من وانا صغير كان بخاطري، يعني كانت في لقطات واحلام ودي اسويها. أي. فكل اللي انا ابي سويته. يعني عندك بس المهم ان اكو هدف وقاعد تسويه. اي يعني شوف، انا مع اني ما رسمت خطه اني مثلا اصير بطل او اعزف، لكن كانت من وانا صغير كان بخاطري، يعني كنت احلم باشياء. اي ان مثلا اكون نفس ما قلت لك، ان مثلا لقطه او جمله موسيقيه اعزفها قدام ناس، او اني اكون مثلا قدام ناس بطل. أي. والحمد لله حققت. الحمد لله. حلمك الجاي شنو؟ حلمي الجاي؟ اي والله موسيقيا اتمنى ان اعزف مع مطربين كبار، ورياضيا بالملاكمه. اي ما اتمنى اكون بطل عالمي، لان بس كافي. كافي. انزين، وبالنسبه حق في شغله الناس يمكن ما يعرفونها، حسن اللي هو مستر روميو في نفس الوقت يمثل، يخرج، يمنتج، شنو سالفه هذا كل الابداع المتنوع في المواهب؟ قل لي. طبعا سالفه الاخراج والمونتاج واليوتيوب، اي هذه سلمك الله فكره اخوي. اي اخوي هو اللي منتج، وهو اللي طبعا اوجه له تحيه من الكويت الى امريكا. يدرس بامريكا؟ هو يدرس. نوجه له تحيه طبعا من خلال تو الليل. والله يوفقك. هو كانت فكرته باليوتيوب. أي. ان مستر فورمات، فكره مستر فورمات اللي على اليوتيوب، هو اللي منتج، هو اللي يخرج، هو اللي ساعات اللي انا ابي أفكار. قصه ليلى والذيب. ليلى والذيب. لا فشله كذي على الهواء. قول لي. اي قول لي. نفس الافكار، نفس الفيديوهات الثانيه. أي. بس المره كانت فكره اخوي. أي. قال خلينا نسوي ليلى والذيب. ها، منو نحط ادوار، منو نحط ادوار، منو يخرج، منو هذا، كل واحد خذ له الدور ومثلنا. والله ما هقينا الفيوز كذي يصير. أي يعني أكيد. كان فيديو عادي، يعني شوي 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 قاعد نشوف الفيوز يزيد. خلال احنا نزلناه شهر 8، الحين شهر 10 85,000 واحد شايف. ما شاء الله. يعني دائما شوف، انا اقول حق الكل، اذا كان الشيء بسيط دائما يكون حلو. يعني انتوا شباب كويتيين ومجرد حوارات بينكم، هو طبعا تخلتوا فكره ليلى والذيب، لكن اللي سويتوه مو ليلى والذيب. كلش مو ليلى. انزين، اكثر اله تحبها شنو؟ اكثر اله احبها والله الناي. الناي. انزين، تتابع عازفين لها ولا لا؟ للاسف. للاسف. حتى موسيقى نادر ما اسمع، مو وايد. انزين، كمنجه والله وايد تعبني. تعب. وايد تعب. اي لان هي طبعا حسب ما سمعت ان اصعب اله موسيقيه. اي شلون تعلمت عليها؟ بالثانويه. انت يعني ما دشيت معهد؟ ما دشيت؟ لا ابد، مو معاهد، كلها هوايه. كلها هوايه. الكمان تعلمتها بالثانويه. بالثانويه. اي كان استاذي اسمه استاذ سامح، هم وجه له تحيه، هو اللي اسسني صح، لان الكمان يبي له تاسيس صح. كل الالات ممكن تعزف فيهم بالبيت، لكن الا الكمان. الا الكمان. حسب ما سمعت. فهذه الآلة على قولة المدرس مالي كان يقول لي تسيبها يوم تسيبك دهر. أي. وهذه يبي لها تمرين أصابع، وكل يوم كذي بس تقعد ساعة تسوي كذي. فللأسف أنا مو كل يوم قاعد أتمرن. يعني ما أعزف عليها إلا إذا كان عندي فعالية وقبلها بأسبوع أروح أمسكها وبالغصب أطلع. يعني وايد ساعات مثلا أقعد بحفلة ولا شيء وأنا أعزف طالع الناس فيه، لا فشلة. إي ما صعب. وخاصة بعد في نفس الوقت انا ملاكمه. اي ملاكمه يبي لها قوه ونشف، يعني نشف ناشف، تنشف عضلاتك، وكل يوم قاعد اعطيك تشيس، وهذا كله يبس العضلات. أي. كله يبس الاعصاب. والكمنجه تبي واحد تبي رقه. أي. تبي رقه. أي. عيل خلينا نسمع من رقتك على الكمنجه. تفضل. طبعا مهندسنا اليوم شكله بيطلع قيقه. لا ما يطلع. لا ما يطلع. نسمع. تفضل. طبعا هذا في ختام أول درية راح نسمع من حسن كرم على الكمان، لكن اللي أتمنى منكم فقط إرسال إيميل
على talent@watan.tv وراح تكونون معنا ان شاء الله في برنامج سوي الليل من خلال فقره اول ادريه، واللي راح تكون اول ادريه حق المواهب اللي عندنا عشان يوصلون ان شاء الله في المجال اللي هم يتابعونه. لكن بعد حسن كرم عندنا فاصل وراح نشوف البلوجرز. حسن تفضل.